طيب دكتور معتز، في محاور مهمة جدا لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ السنة دي، يعني ملفات جديدة بتطرح بيتقدمها إفريقيا. يعني في فعاليات ورشة عمل خطة إفريقيا 2063 في منتدى شباب العالم، وفعاليات الورشة يعني تحت عنوان إفريقيا التي نريد، وهي نفس يعني اسم أجندة الاتحاد الإفريقي المطروحة، قارة إفريقيا الجديدة التي نأمل فيها خيرا يعني في كل المجالات، لاستثمار وتوظيف إمكانات إفريقيا وطبيعتها وثروتها وموقعها إلى آخره بالاتحاد الإفريقي لدول هذه القارة، وفي كمان تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. خلينا نبدأ مع حضرتك بإفريقيا، ويعني شايف هذا التعامل النهاردة إزاي للوصول إلى أهداف هذه الخطة من خلال الشباب، شباب العالم وليس فقط شباب إفريقيا. خلينا نقول كده انه اغلب الاحياء على ارض افريقيا الان غالبا مش هيكونوا عايشين سنه 2063. يعني بعباره اخرى احنا بنحلم وبنخطط وبنرسم مستقبل القاره، واحنا مش هنشوف المستقبل ده بعينينا، انما واجبنا تجاه الاجيال القادمه ان احنا نعوض اخطاء الماضي واخطاء كتير. يعني عايز اقول هذه القاره مبتلاه بمشاكل كتيره جدا، اشي مجاعات، اشي فساد، اشي حروب اهليه الى اخره. احنا النهارده عايزين نرسم صورة كويسة، صورة حلوة، ونقول الناس ايه رأيكم، ما تسيبنا بقى من ان احنا بنضرب بعض ونتخانق مع بعض ونشتم في بعض يعني الى اخره، ونحاول نرسم الصورة دي، نحاول نخلي نسبة البطالة في حدود المتوسط العالمي 3% 4%، ليه تكون في بعض الدول الافريقية وصل 20 و25%، ليه احنا نكون دار هجرة يهاجر ما عندنا الشباب هجرة غير شرعية لأوروبا، وده منطقي يعني بحكم منطقي، مش حاجة إيجابية بس أقصد يعني بعقول الشباب، أنا بسيب يعني مكان بلا فرص لمكان فيه فرص، طب ما ليه ما نزرعش إحنا هذه الفرص. فالحقيقة أعتقد أن أجندة 2063 اللي تبناها الاتحاد الإفريقي واللي النهاردة إحنا بنقلها للشباب، إحنا بنلعب دور مكمل وضروري للأجندة الأصلية. يعني هقول أكيد الوزراء والمسؤولين والرؤساء في الدول الأفريقية بيتبنوا هذه الخطة وعايزين ينجزوها، إنما مش هنلحق. عايز أقول محدش من الكبار هيكون موجود 2063، إحنا عايزين الجيل الصاعد اللي هم دلوقتي في العشرينات والثلاثينات يبقوا هم اللي مستوعبين إن في حاجة اسمها 2063، وفي تحديات إحنا حددناها خلاص، وفي مشاكل إحنا عارفين إن إحنا لازم نواجهها ونحلها، وعارفين إن في خطة عمل لازم نتبناها. لو مشينا وفقا لهذه الخطة هننجح في إنه أفريقيا ما تكونش القارة الأخيرة في العالم في كل مؤشرات التنمية والـ HDI أو الـ Human Development Index أو مؤشرات النمو أو التنمية الاقتصادية، لا، لازم يكون نسبة البطالة أقل، نسبة الفقر أقل، نسبة المرض أقل. فإحنا النهاردة بنقوم بدور مكمل للاتحاد الإفريقي بأنه الأجيال الجديدة مش بس تعي وإنما تتحمس وتتبنى، ويكون عارفين أنه الوزير اللي جاي في أي دولة من الدول الأفريقية يكون عارف انه دي مش رؤية بلده بس، وانما دي رؤية القارة بصفة عامة. خلينا اقول برضو بشيء من يعني الوطنية المصرية، انا احب ان ده تعمل في مصر. يعني في الاخر خالص في يوم من الايام هنناقش توسيع مجلس الامن، مين اللي يمثل افريقيا في مجلس الامن؟ هيكون نيجيريا ولا جنوب افريقيا؟ وكلتاهما دولتان كبيرتان، وكل واحده منهما بتقدم نفسها للعالم باعتبار انها قائده التنميه والنمو والاستقرار في القاره. لا، مصر موجوده، وما ينفعش انك تقول اصل مصر في الشمال ومش معناه بقضاء القاره. لا، مصر هتبقى رئيسه الاتحاد الافريقي، مصر هي اللي بتزرع في شباب القاره اهداف القاره، مصر فاهمه ومستوعبه تماما انه مشاكل القاره بتقتضي ان يكون في تكاتف بين الجميع، ومش بتقول ده نظريا لكنها بتحقق على أرض الواقع. إذن أنا شايف كمان أن مصر يعني الحياة بتضرب ضربة مهمة جدا دبلوماسيا، ربما ما يكونش واضح للناس في اللحظة دي هي إيه النتيجة أو العائد، إنما على المدى الطويل أنا كمصري يعني عايز بلدي تكون مطروحة دائما في مقدمة الدول الأفريقية، في انشغالات القارة، في اهتماماتها، في قدرتها على أنها تواجه المشاكل، وإنها مش بس تشتكي وتطلب مساعدات ومنح واستثمارات، ولكن كمان أنها ترسم طريق إزاي القارة تبقى أفضل.